لكم بواحد 9 يعني الخميس الجاي رح نكون موجودين مرة جديدة على الساعة 5 صوت الغد وإدارة مكي مول. رح نكون مرة جديدة هون بنفس المكان لحتى نقول لكم مباشرة على الهواء الصحبات اللي عم بكتب لحتى تربحوا معنا كيا سيراتو طبعا 2014. شكرا كتير كبير لكل الأشخاص اللي شاركوا وساهموا وراعوا هالاحتفال بمكي.